في اقليم قلعه سرغنه بصفه عامه الانتاج ديال الزيتون هذا العام سيرتو هذا العام يعني طلب كبير على 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 زيت الزيتون بحكم السوق العالميه دابا بحال السوق الروسيه والاتحاد الاوروبي والحمد لله هاد الاونه الاخيره في افريقيا يعني زيت الزيتون عاد غادي لواحد الارتفاع خيالي وسيرتو هذا العام لاحظنا الفرق فرق كبير بزاف بين العام اللي فات وهذا العام يعني بقى الانتاج نفس الانتاج ديال الزيتون مي الثمن طلع شويه مقارنه مع العام اللي فات. Yeah.